ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ليل أمس بتصريح لوزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبي، اتهمه فيه عدد من المغردين بمهاجمة دول الخليج وخصوصا السعودية، الأمر الذي أثار ضده موجة واسعة من ردود الفعل المستنكرة. أنا في لبنان عم بيهيني واحد خلص. من أهل البدو ردت عليه. وقد تفاعل عدد من النجوم اللبنانيين مع هذا الموضوع عبر صفحاتهم الخاصة، كان من بينهم الفنان اللبناني راغب عليم الذي كتب تعليقاً على تغريدة للمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ قائلاً: إيه والله يا أخي أبو ناصر، الله يعين الشعب اللبناني الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين. الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هربا وقرفا منهم. الفنانة اللبنانية إليسا كتبت قائلة: عهد الفشل والغباء شرب الوهبة قبل ما تفكر بال 300 ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون والحزب، شو صار بالأربع ملايين لبناني اللي لهون وصلوا؟ يا ريت عملتوا 1% من اللي عملته السعودية للبنان، غبي. الإعلامي اللبناني وسام بريدي كتب قائلا: لما بتنفقد الأصول والمعايير باختيار الوجه الدبلوماسي للبنان أكيد هيك رح تكون النتيجة، لا تتوقع من تابع أنه يفكر بمصلحة شعب، هم الأول والأخير إرضاء مين عينه، لا هالوزير شرب الوهبي ولا غيره من هالطبقة بيمثلني. عم تقدر تتأمن بلبنان زلي نسرين وقفي على بلكون بيتك ومشي ببيروت مشي وين ما كان، بلد فيها دم أكتر ما فيها مي، شو عم نقول؟ شو عم نقول؟ فيها حقد أكتر ما فيها شو بدي قلك، كمان فيها كره، فيها حقد، فيها تنظير، فيها ناس مدعية، فيها ما يعني أنا بحياتنا نحن يعني شو. أنا صرت عندي نظرية عن جد، ما بعرف إذا هلأ بيقولوا هذا الزلمة عم بيكفر، بس أنا بيعرفوا قديش إيماني كبير ومحبتي كبيرة. يمكن يسوع المسيح عليه السلام أو النبي محمد عليه السلام إذا بيجوا تيلاقوا حل بلبنان ما رح يرضوا فيه. أما الفنان زين العمر كتب مغرداً: مش كرمال شرب الوهبة، بدنا نخرب علاقة لبنان بنص الكرة الأرضية، أنت دبلوماسي مش مصاراجي، جرستنا بين الأمم، تحمل مسؤولية ما فعلت يا مستر شربل. أما الفنانة مايا دياب فكتبت قائلة: لو الاعتذار بدلاً عنه بينفع أكيد كنت أول المعتذرين، ولكن هو لا يمثل إلا نفسه أو كم واحد بينعدوا على أصابع اليد الواحدة، استقالتك واجب وطني، هيدي إذا عندك وطنية، أو إحالتك من قبل فريقك ممكن تطفي نار ما تفوهت به. لدول الخليج التي لم تتوقف يوما عن حبنا ودعمنا أقول: هذه الزمرة الحاكمة تنهي حياتنا في أرضنا وخارج أرضنا، لا تدعو أحمق ينهي ما بنيناه مع أهل البادية والعزة والشهامة منذ مئات السنين. يعني بالفترة الجاية كأنه لقيت هيدا الكادر بيلبق لك اللي هو عفوي مثل شخصيتك ومثل ما أنت على السوشيال ميديا، يعني ما اكزاكتلي exactly يعني مش انه كادر بيلبق لي انا هيك يعني، لا انت هيك، ما هيدا قصدي يعني هيدا ما بيلبق لك حدا، يعني كنت عم بحضر لك فيديو من يومين هيك شعراتك يعني انت حدا كتير حقيقي على السوشيال ميديا. كيف العائله؟ كيف صوفيا وبيلا؟ كيف ريم؟ خبرنا يعني هل حب البنات شو عامل فيك؟ لا مش معقول يعني عم نشوف على كل حال، بس انه انا بحبك اسمعوا. انا زلمه عاطفي بحياتي كنت طول عمري، ويمكن كثير من الناس بيعرفوا هذا الشيء، بس لما اجوا اولادي لما صار عندي بلا وصار عندي صوفيا بتحسي ولا كل بي بيوافقني على هذه الفكره، بتحسي حالك صرتي ويك اكثر، صرت ضعيفه اكثر، صرتي دمعتك سريعه بمطرح من المطارح قد ما، وهن البنات عندهم عطف مش معقول يعني، بتصير تطلعي فيهم بقول انا اذا شوكي بدق فيهم، اذا شعره من راسهم بتوقع ممكن اعمل جريمه كرمالهم. هذا الحب اللي موجود بيني وبينهم يعني ما بقدر اوصفه، كل بي بيفهم شعوري وكل ام بتفهم شعوري، لانه حقيقه هيك لما بتشوفي هالاطفال بين ايديكي عم يكبروا وعم تجربي تهتمي فيهم ما بتقعدي تفكري بشيء ثاني، بتصير تفكري بس هولي كيف بدهم يكونوا مرتاحين ومبسوطين. ونذكر أيضاً الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي كتبت:
تصريح وزير الخارجية شرب الوهبي لا يمثلني إطلاقاً، ياريت ما بقى تدلوا بتصريحاتكم تتحفونا فيها.